وراكم انا وراكب عليكم. ليش؟ بعدين مين انت؟ طب بلكي انت جاسوس، بلكي انت جاسوس. احنا اخترنا، بجوز احنا نختار جاسوس، احنا نتحمل، انت بتفرض علينا وانت جاسوس؟ كيف بيصير هذا في القرن ايش؟ 21. بس منيح اللي بيصير هذا الكلام. ليش منيح اللي بيصير هذا الكلام؟ اول شيء شوفوا، احنا كنا متحدثين في اخر درس في رمضان، بديش اعيد الاشي اللي كنا متحدثينه في اخر درس، بديش اعيد. لكن اولا في يبدو مش العالم الغربي، في بلادنا في ناس مش عم بفهموش انه هذه البلاد، بلاد العرب والمسلمين، هذول مسلمين، هذول لما تخلفوا ابتعدوا عن الدين وكانوا محافظين على جزء من هذا الدين، وبدوا يرجعوا يتعرفوا على الدين ويعرفوه. حتما بدهيات انه هذه الأمة ترجع لدينها. اللي بيحاول الآن يقيم اي نظام بعيد عن حضارة الأمة وعقيدتها رح يفشل. وبعدين ليش مغلب حاله؟ انتهى الموضوع، الأمة رح ترجع لعقيدتها شئت أم أبيت. مش بس الأمة الإسلامية، اي أمة ثانية على فكرة كانت مغيبة عن عقيدتها وحضارتها ترجع بقوة، ما في شيء بوقف قدامها. هذول بقتلوا الناس ليش؟ هم مش قادرين يفهموا انه الأمة الإسلامية شئت أم أبيت. الشغلة مش شغلة الجماعات، الجماعة الفلانية ولا الجماعة الفلانية، مش هذه المسألة. هذه أمة بترجع لحضارتها وذاتها، كانت مخدوعة لأنها كانت متخلفة. الأمة كانت مخدوعة لأنها كانت متخلفة، لما صار في وعي وعرفت الدين انتهى مفهوم انه بدها ترجع حتما. فأنت تكون أداة من أدوات الغرب لمنع الأمة ترجع لحضارتها وذاتها؟ يعني شو بدك تستفيد؟ تستفدش إلا القتل، لأنه في النهاية راجعة انتهى الموضوع. هذا المسلمين مليارين على فكرة، مليارين متجهين، احنا بدنا نرجع. مش اصلا عرفوا العالم كله وعرفوا كل المبادئ، جربوا الشيوعية وجربوا العلمانيات وكله وكفروا فيها كلها. وكانت امتنا متبني العلمانية ولا ما كانتش؟ ما انا بذكر لما بكنا نصلي هون، واحد رحمه الله، اثنين رحمه الله، انا يرحمني الله، وبيغنوا قاعدين جايبين الرقاصات والمغنين هون في هذا المنتزه، من لبنان جابوهم. ايش يعني؟ ما كناش نعرف نسمع صوت الامام وهم يغنوا هون، جايبين الرقاصات والمغنين من لبنان. الام اختلفت كثير. انتوا لو بدي اكشف لكم اسرار هذول الاختيارية اليوم شو بقوا يعملوا؟ مش وقته، لاني انا من الستينات واعي للموضوع، والأمة شايفين بتتجه. شو يعني تقطوها لأنها بدها ترجع لذاتها؟ ايش دخلكم انتو؟ انتو مين؟ انتبهتوا؟ هاي واحد. ولكن واضح يبدو انها سنة الله، المسألة بتجيش. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تيجي ليش الصحابة انتو شفتوهم يعني مع الرسول اجتهم بالساهل يعني؟ بس كانت حتما كان معروف من اول يوم، مع انه معروف من اول يوم النهاية وانه رح ينتصروا. ها دفعوا اثمان. اصلا لعلمكم دراسة 80% من الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، استشهدوا في ارض المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان بحج معه 140,000 صحابي، 140,000 اللي حجوا معاه حجة الوداع. الصحابة اللي قتلوا في ارض المعركة، وهذا لم تعرف التاريخ له مثيل، انه ام منتصرة في كل معاركها يقتل منها في المعارك 80% من الجنود و60% من القادة صحابة. ايه مش لعبة المسألة. ومع ذلك انتوا الان من ثمارهم. هذا اللي غرسوا الصحابة. فاللي بيظنوا يعني انه
انه المسألة الاسلام هي متشخصة في الحزب الفلاني او الحزب الفلاني، مش صحيح الكلام. الكلام اللي لازم يفهموه، الامة بدها ترجع لذاتها وحضارتها وعقيدتها، فيش اشي بيمنعها، انتهى الموضوع. ولكن يبدو كنهم بتصوروا انهم بيقدروا يأخروا القدر، القدر هذا اللي لابد ان يكون، بتصوروا انه بيقدروا يأخروا. اثنين، الناس اللي فاقدة ثقتها بنفسها وبتعتقد انه الغرب آلهة، حتى الشيء اللي احنا بنقوم فيه بيصيروا يشكوا انه الغرب وراء. ليش هذا؟ هذا من عقدة، من عقدتهم اللي عاشوها طول زمانهم، مؤامرات، كأنهم مش واثقين بالأمة وانه الأمة بتنهض قاعدة، ولا بد، واصلا الأمة تأخرت، اصلا تأخر. كن قال لك الغرب، الغرب يدوب الآن يحافظ على وجوده، الغرب الآن يدوب يحافظ على وجوده، الغرب الآن بده السلامة، الغرب عم بنهار اقتصادي، الغرب بدفع أثمان هائلة، الغرب آلهة هو. طب الغرب لو انه آلهة يخطط مشان نحبه، ما قدرش يقنعنا نحبه، يعني الغرب بوجهنا في كل شيء الا نحبه. كل الامم دارت في فلك الغرب ما عدا امتنا، كل الامم دارت في فلك الغرب ما عدا امتنا، كانت عم بتضيع، الأمة كانت عم بتضيع، والآن الأمة بتحيا. ولذلك شوفوا هذا كله راح يصير تاريخ، وراح تشوفوا زي ما درسنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار والمنافقين والمؤمنين، انتوا راح تشوفوا كل هذا بتشوفوا. هاي اثنين. ثلاث، جماعات كثيرة ستسقط، افكار كثيرة راح تسقط. يعني بمعنى انتوا الان بتعيشوا زي موضوع البريستو. كيف طنجرة البريستو؟ الطبخة اللي كانت تاخذ مع ستك سبع ساعات بتاخذ في البريستو ربع ساعة. اللي بيحصل الان بريستو، طنجرة الضغط هذه. شوفوا، لذلك في كثير من الناس اللي بيفقدوا اليقين، الله اكبر، متنا انذبحنا. ايوه متنا انذبحنا. لا، خلينا تحت الاحذية وكل الشعوب تتقدم، وخلي يموت منا كل سنة مليون في الملاريا والبلهارسيا، وا 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 كل سنة يموت مليون ومليونين، وخلينا نسكن المقابر، وخلي ابنائنا ما يلقوا الشغل، وخلي البطالة تضرب أطنابها، وخلينا نصير عبيد إلى يوم القيامة. لا يكون الصحابة هم اللي كانوا يقولوا يا بيي اتقتلنا، موتنا 80% منا ما ظلش ورا. ايش هذا؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون إذا بتسمع لهم شو بتشعر؟ مالكش وزن. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اسمع انت بس، افتح واسمع. الذين لا يوقنون، الا تشوف وزنك صار نص غرام، اي نسمة هوا بتطيرك. بتلاحظوا على حالكم ولا بتلاحظوش لما تسمعوا للذين لا يوقنون؟ خفيف. لا، كله جاي صح. ولا لا يكون انتو يعني شفتوا شوية ويتخذ منكم شهداء، ما هي قانون ويتخذ منكم شهداء. قديش الشهداء؟ شاوشيسكو في رومانيا لما سقط قديش سقط؟ في اسبوع، بجوز اكون انا مش عارف قديش، اسبوع ولا 8 ايام، ها؟ 50,000 روماني قتلوا في الشوارع عبين ما سقط شاوشيسكو. الخماني 150,000 ايراني قتلوا لما سقط الشاه، وهذه اقل الشعوب اللي دفعت ثمن، هذه اقل الشعوب اللي دفعت ثمن من اجل حريتها.
اليوم صار اليوم بدهم يقنعونا هذول اللي متسلطين على رقاب الشعوب.